علي شك في العداله الجزائريه، شك فيها مادام تشك فيها شك فيها خاطرنا خايفين. منين خايف؟ انا خايفين واحد يكتبها. انت كنت مع النظام تاع بوتفليقه؟ منين خايف؟ كنت معاه. انا كنت في الدوله الجزائريه، في الدوله بصح كنت معاه، في الدوله مع بوتفليقه. الجزائريين الكل كانوا في هذا الوقت. اش كنت تحاسبهم نيشان؟ انا العداله الجزائريه راح تاخذ مجراها في هذا الامور. نعم يا عزين ميهوبي، كان من حق هذا المواطن ان يشكك في العداله، فهي لم تتحرك ضدك رغم الأدلة الدامغة. الممارسات المظلمة لعز الدين ميهوبي، هكذا قررت إدارة الجريبات عنونت هذا التقرير الفاضح في إساءة استخدام المنصب وإعطاء مزايا غير مستحقة لنفسه بالوثائق الحصرية التي تحوز الجريبات على نسخة منها. فحبيب ومدلل الإعلام الثقيل في الجزائر والمرشح الرئاسي السابق للانتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي متورط في قضية ممارسات غير شرعية وغير أخلاقية تكشف بوضوح عن إساءة استخدام المنصب ومنح مزايا غير عادلة لنفسه. فلقد حصل الجريبارت على وثائق حصرية تثبت استخدام المال العام لأغراض خاصة وشخصية من قبل عز الدين ميهوبي. هذا الرجل ما زال يتمتع بحماية خاصة لا ندري مصدرها. وتسلمت الجريبارت هذه الوثائق الحصرية من قبل المؤرخ والفنان الجزائري جمال با الذي يقيم في فرنسا منذ سنوات عديدة، خلال برنامج بثه على الهواء مباشرة من الجريبارت. وكشف جمال با النقاب على هذه الوثائق المؤدية لعز الدين ميهوبي الذي يواصل الوعود في لقاءاته المختلفة بتغيير جذري ووضع حد للفساد كما كان يفعل في حملته الانتخابية. وهكذا يتبين لنا ولكم كما تظهر هذه الوثائق التي بحوزتنا أنه عندما كان السيد عز الدين ميهوبي على رأس وزارة الثقافة بين 2015 و2019 أساء استخدام منصبه عام 2017 لفرض أعماله الأدبية على المكتب الوطني للثقافة والإعلام ONC، أحد أهم الهيئات العامة في قطاع الثقافة، لتكييفها في إطار الفعاليات الثقافية الممولة من الأموال العامة لوزارة الثقافة. هذه الأعمال الأدبية هي قلعة الشهيد لعز الدين ميهوبي، والتي تم تعديلها كجزء من إنتاج أوبرة بعنوان قال الشهيد وحيزية. من أجل تبني هذا العملين تلقى الوزير السابق عز الدين ميهوبي شيكين بقيمة 100 مليون لكل شيك، لكن تعديل من نصوص الأدبية بواسطة ONC. وهكذا جمع عز الدين ميهوبي 2 مليون دينار جزائري أو 200 مليون سنتيم في هذه القضية عندما كان وزيرا في الحكومة والوزير المكلف بالثقافة، وبالتالي فهناك تضارب غير مسبوق للمصالح. وبناء على ما سبق ونتيجة لذلك، فإن من الواضح أن عز الدين ميهوبي مذنب بإساءة استخدام المنصب ومنح امتيازات غير مشروعة، لأنه لا يحق له التقدم في مسابقة ثقافية ممولة من الأموال التي كان هو مسؤول عليها. فبالله عليكم، ما الذي حدث ويحدث؟ إن الجزائر الجديدة تترك الآخرين وتبقي بعض المفسدين في الدرجة المحمية. أليست هذه أدلة دامغة؟ أليست هذه أدلة دامغة على سوء استخدام المنصب من قبل عز الدين ميهوبي؟ ما الذي ينتظره القضاء ليتحرك؟ فالوثائق بين يديه. في انتظار الإجابة على كل تساؤلاتنا، نقول كما وعدتكم الجريبارت، كم أنت مسكينة وجريحة يا جزائر الأمس ويا جزائر اليوم.